الخامسة صباحا الثانية بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة التي تهدف لاكتساب التكنولوجيا الحديثة وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل في إطار خطة الدولة لتعزيز وضعية مصر كمركز صناعي وتجاري ولوجستي إقليمي. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووليد سامي جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. تابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في لقاء عقده مع السفيرة سهى جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تابع موقف عدد من التيسيرات والمحفزات المقدمة للمصريين بالخارج. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على تلبية مطالب المصريين بالخارج وتقديم الحوافز الممكنة لهم بما يسهم في ربطهم بوطنهم الأم. وشهد الاجتماع عرض الوزيرة لعدد من المقترحات التي تتضمن محفزات وتيسيرات جديدة للمصريين بالخارج بناء على مطالبهم، ووجه رئيس الوزراء بسرعة عرضها على مجلس الوزراء. قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إنه سيتم قريبا القضاء على تمرد ميليشيات الدعم السريع على الدولة وينعم الشعب السوداني بالسلام والاستقرار. وفي تصريحات له أشار البرهان إلى أن الجهود مستمرة من أجل إيقاف معاناة السودانيين وعودة الأمور إلى طبيعتها، مضيفا أن المرحلة الحالية هي لإيقاف الحرب ومن ثم يمكن الحديث حول الأمور الأخرى، ومشددا على أن القوات المسلحة تطمئن الشعب السوداني بأنها ماضية في استكمال مهام المرحلة الانتقالية والانتقال للحكم المدني الديمقراطي بعد القضاء على هذا التمرد. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المنظمة تعمل جاهدة في محاولة تحسين صادرات روسيا من الحبوب والأسمدة في مسعى لإقناع موسكو بالسماح مرة أخرى بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية من البحر الأسود. وأضاف غوتيريش على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان في جاكرتا أنه يعتقد أنه من الضروري إنشاء نظام للضمان المتبادل، ضمان أن روسيا قادرة بالفعل على التغلب على الصعوبات التي لا تزال قائمة وإن كان الكثير منها تم حله، وفي الوقت نفسه ضمانات بالتمكن من استعادة مبادرة البحر الأسود. ذكرت وسائل أعلام رسمية أن كوريا الشمالية دشنت غواصة هجومية نووية تكتيكية جديدة. وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حضر مراسم تدشين، وأضافت الوكالة أن حفل تدشين الغواصة يبشر ببداية فصل جديد لتعزيز القوة البحرية للبلاد. قالت الحكومة الإسبانية إن رئيس الوزراء المؤقت بيدرو سانشيز سيغيب عن قمة مجموعة العشرين في نيودلهي بعد إصابته بفيروس كورونا. وأضافت الحكومة في بيان أن وزيرة الاقتصاد ناديا كالبينو ووزير الخارجية جوزيه مانويل ألباريس سيمثلان مدريد في القمة التي من المقرر أن تبدأ في 9 سبتمبر. أعلنت السلطات البرازيلية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن اجتياح عاصفة شديدة جنوب البلاد إلى 39 قتيلا على الأقل. وذكرت السلطات البرازيلية أن الفيضانات أدت إلى نزوح أو تشريد ما لا يقل عن 5000 شخص، كما تسبب في حدوث العديد من الانهيارات الأرضية بعد اجتياحها مساحات شاسعة من الأراضي.
مشاهدينا بهنا نكون قد وصلنا لنهاية الموجز، ولمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، تقبلوا تحياتي ناردين حبيب، دمتم في أمان الله.